أصحاب فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي ايه, وفي قصة الفيديو النهاردة هكون عن فيروس صغير جدا يدعى كورونا. دلوقتي قبل ما نبتدي فيديو, محدش يخاف من فيروس كورونا, ده فيديو بس فور فن. يلا بينا نبدأ. انا فيروس كورونا, انا فيروس ضعيف جدا, وانا دايما بقع وبتدب وبقول نسيت, بس انا ان شاء الله ممكن احتل العالم وابقى اكتر فيروس معروف في كل العالم. انا همي ابقى معروف بس. هو انا ليه لما بعيط اما اضحك او اضحك لازم يبقى صوتي ببهات؟ ما علي. انا رايح. ايه ده, انت مش لابس ماسك ومش معاك كحول؟ خد كورونا في وشك. ايه ده, ثانية, انتو فيروس كورونا. يا سلام, انا فيروس, انتو مش شايفيني. لا احنا شايفينك. ايه ده, هو انتوا جايبين الات دكاترة عشان تشوفوني؟ ايه ده, دول مش غسلين ايديهم؟ ده هيساعدني ان انا احتل العالم. ايه ده, هو انتوا التابعين بتوع فيروس كورونا؟ ايه ده, فيروس كورونا, انا احسن فيروس في كل العالم, مفيش فيروس احسن مني. ده فيروس بي هيخبط عربيتي ويجيب لها كورونا. انا احسن من الانفلونزا. ايه ده, ايه ده, فيروس كورونا؟ هو انتوا شايفيني انا مش فيروس؟ فيروس كورونا. المهم ان هما, انا هخش الموقع ده. ايه ده, انتوا بتاكلوا سندوتشات جنب بعض وبتبدلوا الاكل, انتوا مش ملتزمين يا اصحابي. كل حاجه انا بقولها عليها ان هي حاجة ان انا اقدر ابهدل الناس بيها, انتوا ما تعملوهاش علشان ده تحذيرات في نفس الوقت واستمتاع. فاما نكمل الفيديو. ايه ده, برميل مليان. المكان ده مش زحمة, انا رايح مكان زحمة, اكتر مكان معروف في كل البلد دي علشان اشوف زحمة كتير. بس يا لهوي لو لقيت, والزحمة يخليها أحسن بكتير بالنسبة لي وأسهل علشان أسيطر على العالم. وعلى فكرة ثانية, أنا على فكرة يا أصحابي, سؤال النهاردة, هو أنتوا بتغسلوا إيديكوا وبتعدوا من واحد لغاية كام؟ تابعونا تريرين تريرين. هو ده سؤال النهاردة. بصوا, لو 20 يبقى أنتوا كده كويسين جدا وأمان جدا مني, ولو بتحط كحول بعد ما ازيك يا عم. ايه ده, فيروس كورونا يا ماما؟ انت مش ملتزم. احنا كنا واقفين جنب بعض. ايه, كنتوا واقفين جنب بعض؟ يا لهوي, ما تقفوش جنب بعض, هيجيلكوا كورونا. انت واقف جنبي دلوقتي حبيبي. يا لهوي, فيروس صغير مخيف جدا. وانا صغير, ده انا حجمي كبير. فيروس كورونا يا لهوي. هو انت مالك كده؟ انا مجرد فيروس, ايه اللي بيخوف؟ لو صدقيني التزمتي ممكن تنجو مني, بس انا عايزه احتل العالم. لا ما تحتلنيش, احتل العالم بس ما عاد انا خاطري. ايه, هو انت مش بتحبي اي حاجه؟ انا رايح البحر علشان في زحمه كتير, وبعدين محدش ملتزم بالحظر. يا اصحابي التزموا بالحظر, الحظر ده المفروض شغال من اول دلوقتي. انا ما عنديش ساعة, ما السمع علينا, في القرون بتاعتي عند معلق ساعة, بس مش مهم, انا عايز احتل العالم. ودلوقتي ده وقت الحظر, الساعة 5:30 في البلد عندنا بيبدأ الحظر. انتوا امشوا من هنا, انا كورونا. انا رايح السوبر ماركت عشان هشتري مناديل لابسة, ما اشتري باسكوت وجوتيات. لا انا كده بضعف, وبشتري كمان مطهر سبرتو. هو انت بتخوفيني؟ انت زمانك اصلا مش بتعملي ربع من ده. لا بعمل كل ده. ريحة مطهر, ريحة كحول. انا بدأ يجيلي الانفلونزا, المنظفات كله يجري, محدش يقف في زحمة, كورونا جالنا. انا مش مهم, انا هلتزم بالزحمة بتاعتي الطبيعية. هتلتزمي بالزحمة؟ ايوه يا ماما, جبتيلي الفراخ المقلية اللي انا بحبها. فراخ مقلية؟
خليك صحي. انا عندي كرش كبير. كرشك كبير قوي. ابعد عني ابعد عني يا كرول انت. جيمي عجبك التاتو اللي انا عملته؟ ايه ده هو فين التاتو ده اصلا؟ ده نقطة صغيرة جدا. طب اشوفها ازاي؟ ما هو ده الاساس ان انت متعرفش تشوفها اصلا. ما علينا. طم انت سمعت عن القلق اللي موجود هنا في البحر؟ عم يعني الناس بيقولوا ان كورونا جه هنا. ايوه ازاي كورونا اصلا؟ ده في كورونات كتيره قوي في كل بلد. كل بلد كورونات مجتمعين. اه انت زقتني ليه يا عربيتنا؟ انت كنت هتاخد عربيتنا. تعالى يلا نروح نشوف كورونا ده ماله وبيبهدل الناس ليه. ده مجرد فيروس. انا عارف لو عملنا الاجراء لو غسلنا ايدينا واحنا اصلا ملتزمين بالحظر كورونا احنا دلوقتي المفروض نكون ماشيين بس احنا هنبهدل. انت ازاي كنت هتزقني انت؟ انت ازاي كنت هتزقني؟ حرام عليك. انت شرير. سيبني 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 جيري. تعالى جيري تعالى. انا باجي عليه انا باجي عليه زي كورونا. بس كده هو زي كورونا. انتوا كنتوا هتموتوني. انت كورونا صدقني. انت مكتوب على الشاره بتاعتك كرومبايا. انت كرومبايا. انا بحب قوي السوسيس عشان بيتقلي في الزيت والزيت مش صحي فهيتخني. هيجيلك كورونا تمام. انت مش بتقولي كنت رايحه مصيف واستمتع بحياتي. مصيف مين في الفتره دي يا اصحابي؟ ما حدش يروح مصيف. قولوا على لو اهاليكوا بيخططوا المصيف قولوا لا علشان المصايف في الفترة دي خطيرة جدا. تابعونا ترن. تابعونا. الناس ليه عمالة تجري؟ كورونا. ده زمان كورونا هنا بقى. ايه ده شايف البتاعة ده عليها ملزلزات ولا مش عارف ايه ده؟ ازيك يا كورونا عامل ايه؟ ازيك يا كرة قدم عامل ايه؟ بحب اقول عليك كرة قدم. يا كورونا. نعم. انت جيت هنا ليه؟ عشان احتل العالم يعني. انت فيروس ضعيف جدا مش هتقدر تحتل اي حاجة. بيقولوا فيروس صغنن جدا وانت شايفين حجمي اصلا. ايوة. يا اصحابي انا حجمي كده مش فعلا. انت رايح فين؟ ما تركبش العربية. طيب يا كورونا مش انت جاي تحتل العالم؟ ايوة. انا وطوم عندنا فكرة فظيعة جدا. ان احنا نساعدك انك تحتل العالم. انا ممكن اعديكوا يا اسكي. طوم 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 عندي فكرة حلوة. ليه احنا ما نركبش في البحر مركب ونروح سايبينه وجارين بسرعة عشان هو مش بيحب المية صح؟ انا عارف ان كورونا مش بيحب ماشي المية. ماشي يلا نعمل فكرة دي بالذات المية مالحة مملحة يخلي بقى. ما عندوش بقى. كورونا كورونا يا كوفيد 19 احنا هنساعدك في انك تحتل العالم. هي اهلي الكوفيدات هيكونوا فخراء جدا بيا. الكوفيدات لما تقول الكورونا. يلا اتبع طم بقى علشان هنروح تعالى البحر بس بمركب ما تقلقش عشان حياتك الرائعة. ايوه عشان نخش في الغويط بقى علشان لما تخش السمك هيجيله كورونا. ايوه يا اصحابي خدوا بالكم لو عندكم حيوانات في البيت خدوا بالكم جامد جدا وخليهم نضاف جدا لو علشان الحيوانات اكتر اول حاجة كان ليها كورونا. يلا بينا نرجع. يلا يا جي انا جاي حاضر. انا جاي. اسف يا اصحابي لو التحذيرات دي مش عارفين تحفظوها ممكن تكتبوها في ورقه اصل التحذيرات دي مهمه. انت فين؟ انا على الشاطئ دلوقتي. طب انا جاي حاضر ثانيه اهو مش بنلتزم ورايحين الشاطئ. يا كورونا بص احنا بنساعدك اهو. يلا يا جي تعالى نركب. اوكي شكرا جدا ليكم. ايه ده ميه عايزين تعملوا ايه ده مركب؟ هنركب المركب صح. انا رجعت من الشغل وتعبان قوي بس التمشي بص عادة. ارجع البيت بسرعه قبل ما الحظر يجي. ايه ماشي علشان انا جاي. خليك نظيف بس كده. حذرت الراجل من كورونا. انا جاي. هو انت بتتكلم عني عن التحذيرات؟ لا 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 انسى انسى. يلا هنخش دلوقتي في ده انا بقول لهم ما تغسلوش ايديكم كورونا ده مش بجد. يلا بسرعه وانا حقيقي على فكره يا اصحاب. يلا ليه ما ننزلش بقى؟ ليه ما ننزلش كده نعوم شويه؟ اوكي بص انت لو عايز تنزل انزل. انا بصراحه كان نفسي مره اجرب الميه
بس انا هلبس حاجة كده امان. لبست البتاع الشفافة دي عشان ابقى في امان بس كده. بس عشان تعرفوا لو دي عدت ساعة ودي كده هتختفي الى الابد وانا هموت. اوكي 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 ماشي. تعالى يلا يلا ننزل يلا يا مستكرونا. اه بس كده هتبقى اوكي يلا نزل يلا ايتم يلا ايتم بسرعة يلا المركب المركب المركب. ايه ده انتوا بتخططوا ليه؟ لا ولا حاجة احنا هنركب بس يلا تعالى معانا فعلا. ايوه يلا اطلع بس تعالى معانا ببطء لو سمحت عشان خليك على مهلك كده لا تغرق. ايوه ايوه طب معاها يلا طب بسرعة يلا عشان ايه ده البتاعة الخفية دي لدقيقتين يلا انت الرابط الرابط تختفي. انا بموت انا راكب انا راكب انا راكب لا يا طب بسرعة نفق الفكرة نجحت الكورونا هيموت بس كده سنة هيموت يس 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 عرفنا نقضي يس مات سمعت صوته كمان يس مفيش كورونا في البلد دي كله طب تعالى نروح البلاد كله ما يلتزمش بالحظ كورونا مات يا اصحابي خليكم ملتزمين دي قصة خيالية بس اول يان يان نيا 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 انا بحب قوي اغانيك يا جيري لما بنحتفل بصراحه ايوه بالنسبه لي انا مبسوط جدا هنرجع لحياتنا الطبيعيه. طب ينفع ايه البومك الجديد لو سمحت قول لي عايزه اعرف ايه البومك الجديد. نيا 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 ايه ده ايه ده مش انت عملت صوت يا اصحابي التزموا كلكم التزموا كله يلتزم بالقواعد انت ما موتش ليه على فكرة انا خدعتكم وانا كنت لابس هدوم طفو كنت لابس عوامة شفافة ليه عوامة يعني كده مش هيعرف يغرق كان طم مفيش غير حل واحد ان احنا نروح لاقوى حد في كل البلد دي اقوى بطل خارق في كل العالم ايوه هو اللي هيعرف يقضي على فيروس كورونا ايوه ايه ما تقلقش ما تقلقش احنا كنا بنهزر معاك ايوه كنا أيوة. بنعوم ونلعب كده بس احنا عندنا طريقه افضل ان احنا نخليك تتحكم بالعالم اكتر هنروح لاقوى حد في العالم ويساعدك ايوه يساعدك يساعدك وانت قصدك ايه ابي اقول يساعدك لا هيساعدك اصل توم جاله صداع بس معلش هيساعدك لان اقوى واحد ده عارف طقوس انه ازاي يعمل يتحكم نفسه ينضم مع كورونا المره واحده حتى ايوه ايوه كده ده حتى لو اكتر كورونا ما عندوش دماغ ينفع اشغل لكم البوم جديد ايوه انا نفسي اسمعه البومات انا كل مخ انا اعتبر كل مخ استنى كلي يلا انا هجيبها يلا يلا طب شغل عشان هو هيموت نبهدله في الاخر خالص علشان ما يعرفش ان احنا عايزين نقتله بس كده عادي عادي مش هنشغل اغاني كنا بنضحك معاك بس انا ماشي اوكي نام يا جيري انا هسوق على بال عادي بس انا اللي بسوق انا هسوق انا هحط ايديا مكان ماشي انا هسوق ايه ده انا مش عارف اسوق يا مامي يا مامي ايه ده انتوا مش بتعرفوا تسوقوا ليه اصل احنا في ملاهي دريم بارك مش مهم يا لهوي احنا هنعمل ايه يا لهوي هعمل ايه يا رب ساعدني بس ليه كده بيحصل نام يا جيري اكتر هدي كده راح في الحرس صحيت ماشي عرفنا نشقلبه ونعمل الحاجات دي بس ما فيش حاجه نفعت على بالي اهو ده مكان اللي فيه الخارق العظيم ايوه اللي هو هيبقى الشرير العظيم واحد
في عالم جي تي اي. عالم توم وجيري. ما فرقتش كتير قوي. يلا اما ندخل. يلا جبا باي باي. يا جبا باي باي. ايوه عارفين. ايه جدي بيجي. جدي بيجي. جبا باي باي. يا جدي باي باي. انتوا فين يا جماعة؟ يلا. تعالى. جبا باي باي. جبا باي باي. جبا 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 باي باي. ايوه يا جماعة عايزين ماما ياي. احنا كنا بس عايزينك في خطة. ايه في ايه؟ ما تتكلمي ثانية. ايوه علي صوتك شوية. عايزين مساعدة منك عشان نتخلص من كورونا. انا عندي فكرة جميلة جدا. بس ما تقولش انا بغير البامبرز كل يوم. انا نظيف جدا. انا مش خايف من كورونا عشان انا لابس بامبرز ومعقم نفسي وكل حاجة. اوكي كويس. ما انا برضو عامل كده انا وطعم. بس احنا مش بقى في موضوع البامبرز. انا عندي خطاي فظيع جدا. هو انت بدأ قلبت صعيدي ولا ايه؟ لا انا كنش قصدي كده. انا عندي خطه فظيعه. خطاي وانت صعيدي. عندي خطه فظيعه جدا. احنا عندي علي ازيك كرونا عامل ايه؟ عمري ما شفت حد بالسهوله دي معايا. اظن ان انا اقدر. ده ما عندوش دماغ خالص. اقدر ابهدله. انا نظيف. ازيك عامل ايه؟ انا نظيف جدا. ما تقولش قول انا متوسط. ماشي ما علينا. يلا كله يبعني ويركب. يلا كلكم خبروا ماسك. انا لابس ماسك خفايا. انت بتقول جامد ليه؟ وانا سمعت ماسك خفي. لا 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 ده ماسك خفي. ده قال ماسك خفي يعني ما فيش ماسك اصلا. ايوه بالظبط. ماشي احنا هنروح مكان عشان ادربك وعلمك ازاي تتحكم في العالم بحاله. ماشي احنا عارفين انك خارق من علاقه سوبر جدي بيدي. ايوه فانا هعلمك ازاي مكرونه تبقى اقوى واحد في العالم. مكرونه انا مش صحي عشان ابقى مكرونه. المكرونه مش صحيه للدرجه دي عشان النشويات، والنشويات جوه الجسم بتتحول لحلويات. الحلويات غلط على الجسم. بس ما تقوليش بيتزا موتزاريلا بعدين. ازيك بيتزا موتزاريلا يا عمو؟ انا مش بيتزا موتزاريلا. يلا خش في دموج عجنات. يلا خش في المية. احنا قافلين الشبابيك عادي خالص. بقولك ايه هو كورونا كان لابس الماسك بتاع الخفي. ايوه كان لابس عوامة خفية. طيب هي مش خفيه، هي عوامه شفافه فاحنا مش عارفين نشوفها قوي. طب انا عندي فكره. انت بتفكر في اللي انا بفكر فيه. ايوه تعال رش كحول. وطي صوتك. ايوه انا رش صبرته علي. صبرته ايه؟ ما صبرته هو الكحول المشكله. يلا كله يجي. يلا عشان هنعلم كحول. عشان هنعلم كورونا. عشان هنعلم كورونا ازاي يبقى عظيم ويتحكم في العالم بحاله. صحي كورونا. ايوه انا نفسي ابقى يلا احسن من المكرونة. انت هتقف هنا واحنا الثلاثة هنقف حواليك. ماشي يا توم وجيري. ايوه صح. ولما اعمل لكم علامة صغيرة طلعوا السبرتو اللي في جيبة. لما اعملها السبرتو اللي في جيبة ويجرش عليه. ماشي بس يا تعالى بسرعة. اقف هنا في النص ما بيننا. دي بيدي شايف التاتو ده. بص التاتو ده هبقى علامة انا برضو ان احنا معانا كحول. ما تقولوش. يلا نقف كله يقف طريقة كده. ايوه انت اقف كده في النص يا مكرونة. ايوه علشان ابقى قوي قوي. ماشي ايوه. اول حاجة لازم تعمل حاجة مهمة جدا. اول حاجة احنا هنقول لك كلمة سرية هتخليك تتحكم في العالم كله. خد كحول في وشك. يلا هنرش عليك كحول. يلا هنرش عليك سبرت كتير اوي. كحول. خد كحول في وشك. خد كحول في وشك. يلا
يفهم كده بس. يلا رشوا تاني، كل ما ترشوا كل ما يتقضي عليه. ده انا كان هيبقى عندي اطفال كورونا. انا ماشي قبل ما كانوا هيقتلوني. انا ماشي، البلد دي وحشة جدا، انا بختفي. انا بقيت مجرد جلدة بشكل كروني. قضينا. ايه ثانية، ليه برش كحول؟ على الاقل حميتكم. انا لسه برش كحول. على الاقل استحمينا كحول علشان ما يقربش مننا اي كورونا. انا مش مصدق ان احنا قضينا على فيروس كورونا. بس على فكرة لسه في تاني يا اصحابي. بصوا كل فيديو جديد، بصوا فيديوهات كتيرة هيبقى فيها تحذيرات لكورونا. فده مش اخر فيروس كورونا، هم اتنين اللي قضينا عليهم، فاضل تلاتة تانيين. بص يا جدي بدي، كل مرة هنجيب هنحاول نقتل كورونا هنحتاجك انت كمان. وجيب معاك اصحابك اللي بتلقرقة. باي اصحابي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد فيديوهاتنا. باي عشان ضرعتنا وقعتنا.